السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مصادر مطلعة عن أن العميد الركن طارق صالح قائد قوات المقاومة الوطنية وعضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي استكمل الترتيبات النهائية مع عدة دول لبدء المعركة الحاسمة لدى حر المتمردين الحوثيين. وأوضحت المصادر أن صالح خلال جولته في الخارج استكمل التجهيزات النهائية مع دول التحالف العربي لبدء المعركة الكبرى لتحرير اليمن من الجيش الحوثي فور عودته إلى غرفة العمليات. ولفتت المصادر إلى أن طارق صالح سيعلن انطلاق المعركة الكبرى في الأيام القليلة القادمة، يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من إعادة تموضع القوات المشتركة في مناطق خارج اتفاق ستوكهولم تمكنت خلاله من تحرير عدة مناطق جنوب الحديدة وغرب تعز، رغم الجدل المثار حول ذلك التموضع الذي يسميه البعض بالانسحاب. جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام رسمي عن خوض أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الظهر، وذكرت أن جبهة الأعيرف بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب شهدت ملحمة بطولية خاضها الأبطال ضد الميليشيا الإيرانية انتهت بفرار مجاميع العدو بعد تكبدها قتلى وجرحى. ما شهدت بقية الجبهات الجنوبية معارك استمرت 4 ساعات بمختلف أنواع الأسلحة وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها. وأضافت أن جبهة الكسارة غرب مأرب شهدت قصف مدفعي شنته مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات العدو على امتداد الجبهة، مؤكدة أن القصف أسفر عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. وبالتزامن مع المعارك استهدف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غارات تعزيزات وتجمعات للميليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة غرب وجنوب مأرب والحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.